سباق الخير هيا. يحيى الله جماعة الخير. حملة سباق الخير، الحملات المتنوعة في أبوابها المتنوعة في هذه الدول المختلفة. عندنا سؤال مهم، وإحنا القائمين على الحملة قاعدين نقول شلون ممكن إحنا المشاريع هذه نفعها ما ينقطع والتبرعات لها ما تنقطع. فلقينا الحل في هذه الوقفية اللي عند إخوانكم في جمعية إحياء التراث الإسلامي، وقفية اسمها وقف السهم المطلق، بمعنى أن ريع هذه الوقفية سيذهب إلى أوجه البر والخير المتنوعة. شفتوا المشاريع اللي تنوعت والدول اللي تنوعت واختلفت؟ هذه الوقفية من مصارفها أن تدعم هذه المشاريع، من بناء المساجد والأرامل والأيتام والآبار وغيره وغيره من هذه المشاريع. اليوم في ختام هذه الحملة احنا نحثكم وندعوكم للمساهمة في هذه الوقفية، وما كان الله يبقى.